إذا بنرجع على الترانسفورمر بنحكي بس شوي عن الماجنتايزيشن والكور لوس كارنتس. لو عندي محول وهي دي سكندري هي دي برايمري وحطينا هون فولتج عليه. طبعا ايش لازم يكون الفولتج؟ اي سي. اذا كان دي سي شو راح يصير؟ شو راح يبين معي هون؟ زيرو، ما راح يبين شيء. هل راح يمشي شيء في الكور؟ لا، راح يصير في عندي فلكس في الكور بس ما راح يبين عندي فولتج هون لانه دي فاي على دي تي زيرو. هلا اطلعوا هاي الحاله، انا هذا المحول ما استفدت لسه منه شيء، شو عم بعمل؟ بس حطيت عليه فولتج على البرايمري، راقبت السكندري بس مراقبه، ما فيش لود من هون قبل ما اعمل لود، فعمالي بس بعمل ماجنتايزيشن كاني بجهز المحول، يعني بجهز المحول هي مجهز لي فولتج من هون. فلو هذا مثلا ستيب داون فرضا وانا حاطط هون مثلا 100 فولت وهذا 10 تو 1 يعني اي 10، راح يتكون عندي هون 10 فولت اي سي وجاهز اعمل فيهم شيء، بس انا ما شبكتهم لسه الان، بدنا نراقب هذا المحرك. هلا السؤال، هل راح يمشي كارنت هون؟ راح يمشي مظبوط؟ ما في شيء يمنعه، ايش بيمنعه انه ما يكون؟ راح يمشي كارنت من هون، الكارنت هذا راح يكون اي سي ولا دي سي؟ اي سي. المنطق بقول انه اي سي لانه هذا اي سي، فالكارنت هذا راح يصير يعكس اتجاهه 60 مره بالثانيه او 50 مره بالثانيه من هون. راح يتكون عندي في الكور، اذا ردينا رسمنا الكور اللي كنا رسمناه عدد من المرات الماجنتيك كور ماجنتيك فلوكس، راح يتكون عندي ماجنتوموتيف فورس، راح ارسمه بهذا الشكل، مع انه احنا قلنا مش هذا الشكل اللي شائع. ايش الشكل اللي شائع للمحول؟ الشل تايب اللي بيكون هون وهون عندي جزء وبحط برايمري وسكندري هون، مش هيك حكينا لهذا؟ بس احنا رسمه بهذا الشكل، راح اخذ نفس الشيء هون، هاي البرايمري وحطينا احنا هون اي سي فولتج سورس وتكون عندي كارنت، راح تكون ماجنتايزيشن هون فاي، وفاي على فكره راح تكون فانكشن اوف تايم مضبوط، لانه في هون فانكشن اوف تايم، مش هاي في راح تكون في اوف تي، ممكن تساوي كابيتال في او بلاش كابيتال في سمول في ساين اوميجا تي مضبوط، شيلها فريكونسي 2 باي اف بتساوي اوميجا، بصير مش عندي كارنت من هون، والكارنت هذا هو اللي راح يسبب ماجنتوموتيف فورس. متذكرين الماجنتوموتيف فورس اللي وحدتها ان اي تيرمز امبير تيرمز، وراح تكون عندي هون فلكس حسب الريلكتنس اللي موجوده هون. هذا لانه فاي دي فاي دي تي مش زيرو، راح يتكون فولتج هون مزبوط، مزبوط انه الفولتج هذا راح يكون فولتج بس ما راح يكون كارنت. ليش؟ لان انا فاتح الدائره مش حاطط لود عليه، اذا بدي بعدين بحط لود عليه، بحط مقاومه بصير يمشي عندي كارنت من هون. اوكي، لكن انا مش عامل هيك، انا كل اللي عامل حاطط هاي، رح هلا راح يمشي عندي كارنت من هون، الكارنت هذا راح يعمل ماجنتايزيشن للكور. اذا هذا الكارنت راح يكون في عندي اي ماجنتايزيشن وراح اسميه ماجنتايزيشن كارنت، وهذا الماجنتايزيشن كارنت راح يصير يزيد وينقص يزيد وينقص وتزيد بوزيتيف وبعدين راح يرجع نيجاتيف وراح يروح بوزيتيف ويرجع نيجاتيف طول الوقت، وراح يسبب الفلكس، والفلكس هذا راح يتغير مع الوقت، راح يضل يتغير وراح يتكون عندي هون اوتبوت فولتج. بس كمان انا في عندي شيء اسمه اي كور لوس، وهلا راح نشوف شو سببه. اذا هذا الكرنت اللي بمر الان بقدر افكر فيه انه مكون من تو كرنتس، راح بدهم يسببوا شغلتين. في كرنت راح يكون ماجنتايزيشن كرنت، وهذا الماجنتايزيشن كرنت راح نلاحظ انه 90 degrees اوت اوف فيز مع الفولتج اللي حطيته هون. هلا اتذكروا انتم من الاندكتر، الكرنت اللي بيكون اوت اوف فيز مع الفولتج باي 90 degrees هل بسبب لوسز؟ لا. لا طلع ليش؟ لو نرسمهم بلونين مختلفين، نرسم هذول الكرنت والفولتج بلونين مختلفين، راح نلاحظ اذا راقبنا هذا الكرنت الماجنتايزنج كرنت مش الكور لوس كرنت، الماجنتايزنج كرنت لو رسمت الفولتج بالاسود من هون راح الاقي انه الكرنت اللي تسبب للماجنتايزيشن لاجينج باي، كيف يعني 90 ديجريز؟ هاي ال 90 ديجريز، مين اللاجينج؟ مين الازرق لاجينج الاسود مضبوط، وهذا الكرنت، فهذا راح يكون اي ام، وهذا راح يكون هون عندي اذا بدكم تسموه في برايم. هلا هذا اذا ضربت التنين الانستنتينيوس باور هي حاصل ضرب في 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 بي في اي ام مضبوط، مش الباور هي حاصل ضرب فولتج في كرنت، فلو ضربتهم التنين مع بعض راح الاقي انه احيانا بيكون بالفتره هاي، طلع على الفتره هاي من هون والفتره هاي من هون،
الفولتج بوزيتيف والكرنت بوزيتيف، معناها الباور عمالها بتروح للسيستم. بس عندي بفترة هاي الكرنت ايش هون؟ والفولتج نيجاتيف. نيجاتيف في بوزيتيف شو بتكون الباور؟ رجعت. ردينا مرة تانية جينا هون، الكرنت ايش اشارته؟ والفولتج نيجاتيف في نيجاتيف عم بسحب باور. والتسعين درجة الأخيرة شو راح نلاقي؟ راح نلاقي عندي نيجاتيف وبوزيتيف، نيجاتيف وبوزيتيف، نيجاتيف يعني الباور عم ترجع. فكل 90 درجة عم بينعكس اتجاه الباور، مظبوط؟ في النهاية قديش كمية الباور اللي بيستهلكها هذا الماجنتايزيشن؟ زيرو. فراح نعتبر انه هذا الكرنت مكون من جزئين، في جزء ماجنتايزنج كرنت. إذا هذا الكرنت كان 90 degrees out of phase مع الفولتج ومش عم بيستهلك باور، إيش أحسن كومبوننت أستعمله حتى أمثله؟ اندكتر. اذا احسن كومبوننت استعمله حتى امثل الماجنتايزيشن كارنت او الماجنتايزيشن كومبوننت هو اكس. هل هذا الاندكتر راح يستهلك طاقه؟ لا. كل 90 درجه راح يعكس اتجاه الباور، راح ياخذ مني باور يخزنها. ايش نوع الانرجي؟ كيف بخزن هاي الانرجي؟ كماجنتيك فلوكس بشيك او ماجنتيك انرجي، برد برجع لي اياها، ما هو خزن طاقه راح يرد رجعها. وكل 90 درجه راح تنعكس هاي العمليه، راح يكون بوزيتيف 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 نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف 90 درجه 360 درجه. اذا وهذا راح يمشي عندي هون كارنت، راح اسميه اي ماجنتايزيشن، مش راح يستهلك طاقه. لكن راح الاحظ كمان انه في عندي جزء ثاني من الكارنت بتطلع عليه، بلاحظ انه ان فيز مع الفولتج، راح نسميه اي كور لوس. الكور لوس هذا سببه شغلتين، ايش اللوسز في الكور؟ الريزيستنس اللي ايش سميناه، اللي هو الادي، الادي كارنت واحد، والثاني اللي هو الهستريسيس لوسز. الهستريسيس لوسز هي لوسز حقيقيه، لو جيت اطلعت راح الاقي في لوسز حقيقيه، راح تستهلك هاي الطاقه في هذا الكور. والادي كارنت لو مسكت هذا الكور وحسيته مش راح الاقي فيه لوسز. طبعا خففنا من ادي كارنت لوسز، شو عملنا؟ حطينا. بس رغم ذلك راح يضل في عندي لوسز. هدول راح نلاحظ انه هدول اللوسز خصوصا اذا خليني بس اكتب هون عن الماجنتايزيشن كارنت. اذا the IM is the magnetization current. هلا it is proportional، طبعا ما لم اصل للساتوريشن، proportional to the applied voltage but lags it by 90 degrees. إذن هون عندي هذا الماجنتايزيشن كارنت وبروبورشنال ابلايد فولتج ضمن الساتوريشن ضمن اللينير ريجن ولاجز ات باي 90 ديجريز. إذن بنمثله ب اكس ام. هلا عندي الاي كور لوس، كور لوس هذا اي ماجنتايزنج. الكور لوس كارنت از اي كارنت ان فيز. هلا احنا دائما نعرف اذا الكرنت والفولتج كانوا ان فيز شو بصير؟ نرسم نفس الرسم اللي فوق. لو كان عندي الفولتج وكان الكرنت، مش شرط يكون نفس الامبليتيود، لكن وجدته ان فيز باول 180 درجه، ايش الفولتج؟ والكرنت بوزيتيف في بوزيتيف، فالباور بوزيتيف، عماله بسحب مني طاقه، باخذ من السورس وبسحب طاقه. لما نقول الباور بوزيتيف يعني اتس فلوينج فروم ذا سورس تو ذا لود، الباور بوزيتيف. وبعدين بال 180 درجة الثانية صار هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف، نيجاتيف ضرب نيجاتيف كمان بوزيتيف، إذا هذا بيسحب طول الوقت. إيش أحسن كومبوننت يمثل إشي إن فيز؟ ريزيستر. فعندي هون راح أحط لكن هذا الكور لوس يمثل، إذا خلينا بس نكمل، هاي كرنت إن فيز وذ ذا أبلايد voltage is a current which is in phase. هلا it represents واحد الهستريسيس losses وبتمثل الادي current losses. هلا لاحظوا هدول اللوسز بتناسبوا مع مربع الكرنت. نفس الشيء الريزيستر، الباور اللي بالريزيستر تتناسب مع ايش؟ مع مربع الكرنت. اذا احسن كومبوننت يمثلها هو ار سي. اذا هاي هي ايكوفالنت سيركت.
احنا ما بنقول انه الكور هو اندكتر وريزيستر، بس احسن شيء بيمثل لما بطلع عليه وبحط عليه فولتج وبيمشي فيه كرنت، بحس او بيمثل لي بشكل جيد الكرنت اللي بيمشي حتى يعمل ماجنتايزيشن والكرنت اللي بيمشي حتى يعمل. ليش حطيناهم ان بارلل؟ حتى احطهم ان بارلل، حطيتهم ان سيريز مش راح اقدر اقول انه الفولتج الابلايد ابلايد تو بوث اوف ذم. اوكي مزبوط، راح يتوزع الفولتج عليهم. احنا عمالنا بنقول قلنا بروبورشنال to the applied voltage، حتى يكون proportional to the applied voltage بحطه هيك وبحط هذا هيك، مجموع الكرنتس. بس طبعا بجمع الكرنتس ما بجمعهم ماثماتيكلي اريثماتيكلي، بجمعهم كفيزرز مش هيك، في زاوية بين هذا وهذا مش هيك، هذول الاثنين الكرنتس لما ينجمعوا قديش الزاوية بين هذا الكرنت وهذا الفولتج هذا الكرنت 90 درجة، فبجمعهم كفيزرز. اوكي ماشي، الكل واضح فاهم هاي الفكرة. اذا الكور انا بدي equivalent circuit، ما هو انا بدي بعدين احل بدي احط كومبوننتس، ما بقدر احط، بقدر احط في دائره كهربائيه احط هذا الشكل، لكن بقدر في دائره كهربائيه احط هذا الشكل اللي اخذتوه كله بالسيركتس، كل التولز والسكيلز اللي تعلمتوها بالسيركتس مش بتقدروا الان تطبقوها هون. اوكي ماشي واضح هاي.